دي كانت اخبارنا السريعه. يلا نروح سريعا نشوف برضو اخبار الصحف العالميه قالت ايه في المحتوى. نبدأ في إيطاليا. جريدة كوريل الإيطالية اللي أكدت أن نادي يوفنتوس بيعرض فلاهوفيتش على تشيلسي للحصول على خدمات لوكاكو. ده كان في على مستوى إيطاليا. صحيفة ذا صن الإنجليزية ركزت الحقيقة على امبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكشفت عن منافسة نادي تشيلسي لليفربول لضم اللاعب. وصحيفة كمان أكدت أن تشيلسي عرض أحد اللاعبين على باريس سان جيرمان بالإضافة إلى الأموال. طبعا مبابي لسه في مشاكل كتيرة جدا عنده في باريس سان جيرمان، ولكن لسه عملية الانتقال لم تتم. طيب ليكيب الفرنسية فتحت طبعا حديث عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب برشلونة لتعويض الرحيل المؤكد لمبابي عن الفريق. موندو ديبورتيفو برضو سان جيرمان لنادي برشلونه في الحصول على خدمات ديمبلي. النادي الكتالوني طبعا بيسعى لتجديد او تمديد التعاقد مع اللاعب الفرنسي، لكن مفاوضات باريس سان جيرمان الحقيقه بتعيق هذا الاتفاق او مد هذا التعاقد. ديمبلي طبعا موجود او مطلوب في باريس سان جيرمان. ماركا الاسبانيه الحقيقه تحدثت كمان عن رغبه باريس سان جيرمان في خطف ديمبلي زي ما بقول لحضراتكم من برشلونه، وربطت دوت بكيليان امبابي بريال مدريد، وكتبت على يعني على الصفحه الاولى ان يعني مدريد، وكتبت يفوز بالجوله الاولى، ريال مدريد يفوز بالجوله الاولى في التعاقد والسباق على الفوز بكيليان امبابي. زي ما بقول لحضراتكم يعني انتقالات مشتعله جدا، وكل الانديه بتحاول انها بتستعد بشكل جيد جدا جدا للموسم القادم، سواء على مستوى المدربين على مستوى اللاعبين.